بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أحمد مختار، مدرس أمراض القلب كلية طب جامعة اسكندرية. أنا النهاردة جاي أتكلم مع حضراتكم عن الرفرفة الأذينية، وهو يعتبر واحد من أشهر وأكثر أنواع اعتلال ضربات القلب حدوثا، ويسبب عبء مادي على الأنظمة الصحية وعلى المستشفيات وعلى المرضى. طبعا الرفرفة الأذينية هو اختلال في ضربات القلب ناتج من الضربات بتطلع من الأذين الأيسر بمعدل سريع، وتؤدي إلى إن المريض بيشعر بتصارع في ضربات القلب. مشكلة الرفرفة الأذينية مش مجرد إن المريض بيشعر بضربات القلب، ولكن إنها بتسبب أو بتضاعف معدل الإصابة بفشل عضلة القلب، واحتمال الإصابة بالسكتات الدماغية والجلطات، وكذلك بتسبب زيادة في نسب الوفيات. لو بصينا على المسبب الرئيسي لحكاية الرفرفة الأذينية، هنجد الموضوع متشابك. هي أسباب جاية من القلب وأسباب جاية من خارج القلب، بتؤدي كل هذه الأسباب مجتمعة إلى تغيرات في الأذين وتمدد في الأذين، وبؤر كهربية بتطلع من الأوردة الرئوية بينتج عنها حدوث الرفرفة الأذينية السريعة دي. لما المريض بيشعر باضطراب في ضربات القلب، فتشخيص الرفرفة الأذينية بيتم عن طريق رسم القلب، سواء رسم القلب العادي أو رسم القلب المستمر اللي هو الهولتر، لتشخيص الرفرفة. وبيحتاج المريض انه يعمل اشعه موجات صوتيه على القلب، سواء اشعه موجات صوتيه عاديه او عن طريق المريء، لتقييم حجم الاذين وعضله القلب ووجود او عدم وجود جلطات في هذا الاذين. مجرد تشخيص المريض بالرفرفه الاذينيه فيقتضي ان الطبيب يبدا يفكر ايه احسن طريقه لعلاج المريض. رقم واحد، لازم نشوف اذا كان الرفرفه الاذينيه دي تستدعي حجز المريض في المستشفى ولا لا. هل في رفرفه اذنيه سريعه؟ هل في اضطراب في الضغط بتاع المريض؟ هل في احتقان على الرئه؟ هل في مسبب يستدعي حجز المريض ولا لا؟ لو في هذا المسبب، فده بيستدعي دخول مريض المستشفى، ونبدا نعالج الضربات سواء من خلال صدمات كهربيه او ان احنا نحاول نهدي معدل هذه الضربات. لكن لو المريض حالته مستقره، فهنا بيجي دور الطبيب لتقييم احتمال الإصابة بالتجلطات، لأن دي أخطر حاجة إحنا بنخاف عليها على المريض، وده من خلال يعني بعض عوامل الخطورة زي وجود ضغط، وجود سكر، تقدم السن، إصابة سابقة بسكتات دماغية. لو في أي حاجة أو عامل من عوامل الخطورة دي، فإحنا بنختار للمريض إيه نوع الدواء السيولة اللي يقي أو يقلل احتماليات الإصابة بالسكتات الدماغية. تاني خطوة بيبقى ايه الدواء اللي انا همشي عليه المريض على طول، والدواء ده بيبقى يا اما دواء يهدي الضربات او دواء يمنع او يقلل الاصابه بهذه النوبات. وهنا في الغالب بختار للمريض علاج دوائي مزمن بيمشي عليه يوميا، بيحتاج من المريض انتظام في العلاج ومتابعه مع الطبيب لتقييم الحاله واكتشاف الاعراض الجانبيه مبكرا، لان المرضى كتير بيبدا يوقف العلاج او ممكن ما يتابعش لحد ما يحصل الاعراض الجانبيه. الطريقه الثانيه للعلاج بتبقى ان احنا نعمل كي للبؤر الكهربائيه المسببه للرفرفه الاذينيه دي، ودي الحقيقه ما تلائمش جميع انواع الرفرفه الاذينيه، لان في بعض انواع الرفرفه الاذينيه بتبقى مستدامه، بمعنى ان المريض يوميا منين تبص عليه او تعمل له رسم قلب عنده رفرفه اذينيه. النوع ده مش انسب نوع لعمليات الكي، ولكن في مرضى بيبقى شاب سنا مش كبير، بيجي له رفرفه اذينيه متناوبه، بمعنى ان هو اغلب الوقت كويس ولكن بيجي له نوبات، النوبات بتستدعي حجز في المستشفى مش مستجيبه للعلاج الدوائي. لو المريض ده مع تقييم حجم الاذين وجد ان الاذين مش متمدد قوي، فده معناه ان لازال البؤر والمسببات كلها تكمن في الاورده الرئويه. وهنا بيبقى لو قدرنا نعمل فصل او عزل للاورده الرئويه دي عن الاذين، بمعنى ان احنا نخلي الخلايا اللي ما بين الاورده الرئويه والاذين ما توصلش الكهرباء دي، هنا انت تقدر تتحكم وتقلل قوي احتمال اصابته بنوبات متتاليه. العمليات دي بتتم باستخدام
التبدد الحراري او باستخدام بالونات الكي بالتبريد. كلتا الطريقتين الهدف منها ان انا احول الخلايا الموصله الى خلايا متلافه غير موصله، ودي بتدي نسب نجاح للعمليات لو اخترت المريض بتاعي صح في البدايه تصل الى 90%، وعلى المدى الطويل بيبقى نسب ان المريض ما يجيلوش نوبات تاني تصل الى 70-80%، وده مقارنه باعتى العلاجات الدوائيه او اقوى العلاجات الدوائيه المتاحه. العلاجات الدوائيه ما بتوصلش المريض الى نسب شفاء الا من 35-50%، بالاضافه الى اصابه باعراض جانبيه مع الاستخدام المزمن والطويل. وبالتالي الموضوع بيحتاج تقييم مظبوط، وبيحتاج تقييم من ناس متخصصه تعرف تختار العلاج الانسب للمريض. اللي بنصح بيه حضراتكم ان لو حد ابتدى يشعر بتصابع في ضربات القلب فده يستدعي ان انا اسال دكتوري، وان انا اعمل تسجيل لنوبات الضربات السريعه اللي بتحصل لي عشان اعرف ايه نوع الضربات اللي بتحصل بالظبط، اذا كانت رفرفه اذنيه او اي نوع تاني من اعتلال ضربات القلب. والتسجيل بتاع النوبات نفسها بيكون مفيد جدا للتشخيص. ونتمنى لحضراتكم جميعا الشفاء والسلامه. شكرا.